مباشره كما قلتي من مركب الحاج محمد بن جلون. الحصه التدريبيه ديال الوداد انطلقت في هذا الاثناء بمجموعه ديال اللاعبين اللي حاضرين واللي سبق وتكلمنا عليهم في مجموعه ديال المراسلات، باستثناء الاسماء اللي مبليسيه واللي الاصابه غتبعدهم على هذا الماتش هذا، صلاح الدين السعيدي لوبيراسيون اللي باقي كياخذ لي سوان ديالو، ايضا الغياب ديال اللاعب محمد الناهري اللي عرفنا من بعد التوقيف ديالو او لا الالحاق ديالو بالاسبوار ديال فريق الوداد فما بقاش كيكون في البريمير ايكيب. هذا قرار ديال زوران يونس. كانت اشاعات كثيره بانه لا رجع للفريق الاول، دونك هذه الهضره ما منها والو رسميا. كنا في عبد العزيز يعني في البداية ديال الاسبوع لا سيونس الاولى اللي جات من بعد ماتش الاتحاد العاصمه، سيونس اللي كانت نهار الثلاث، ولكن اكدنا عبر المراسلات بانه محمد النهيري غايب على الحصه التدريبيه ديال الوداد، وما كاين حتى شي حاجه من هذا القرار زعما ديال اعاده محمد النهيري للبريمير ايكيب. فحسبنا فيها احنا يمكن نهار الثلاث بانه ما غاديش يكون في الماتش ديال غدا ان شاء الله ضد فريق ماميلودي سانداونز. ما عرفتش تقدر يكون نشوفوا محمد النهيري رجع في الماتشات اللي من بعد سورتو المنافسات ديال البطوله، وكنعرفوا الماتش اللي من بعد ماميلودي كاين الماتش ديال لوسيكا. النهيري ما كاينش الى جانب ايضا زهير مترجي اللي غاب على الماتشات الاخرى ديال الوداد الاصابه، كياخذ هو لي سوان ديالو يعني بشكل انفرادي سورتو في لاصال ديال الميسكيلاسيون باش انه يقوي ايضا العضلات ديال الكويس ديالو، لانه تما فين كانت عنده الاصابه كيحاول يتعافى منها باش يكون حاضر في الماتش ديال اولمبيك خريبكا، لانه اكدوا لنا بانها زهير مترجي غادي يواجه الفريق ديالو السابق فريق اولمبيك خريبكا. نرجعوا على الماتش عبد العزيز ديال غدا ان شاء الله، التذاكر يعني هنا في بن جلون فسالاو ديال الكرياج كاملين تسالاو، بقاو غير ديال التريبيل. كاينين الناس اللي مازال كيجيو هنا كيبغيو ياخذوا التذاكر ديالهم، ولكن كيلقاو غير ديال التريبيل هما اللي باقيين، اما ديال الكرياج فتسالاو يعني العدد ديال التذاكر اللي تم طرحها وحتى الناس اللي ابوني غادي يكونوا حاضرين في هذا الماتش. بالنسبه للافكتيف ديال الوداد كلشي حاضر باستثناء كما قلنا ثلاثه ديال اللاعبين بما فيهم ايضا الاسماء اللي التحقت مؤخرا مع فريق الوداد الرياضي. كنشوفوا ايضا الحارس عيسى اللي تم التعاقد ديالو بشكل رسمي مع فريق الوداد الرياضي، اول صفقه الوداد في هذا المرحلة الجاية ديال الميركاتو. اللاعبين أيضا حاضرين، إلا كان السؤال اللي غيطرح نفسه عزيز هو شنو يمكن الفورماسيون اللي يدخل بها زوران مانوفيتش غدا في الماتش ديالو ضد فريق ماميلودي سانداونز، فريق اللي كيعرفوا تاسع مواجهة في ثلاث سنين، باش يكون فريق أيضا باغي يتأر من فريق الوداد الرياضي اللي كان خرجوا من الدومي فينال لا سيزون اللي فاتت. فغدا في لاكس ما كاينش المشكل، كنشوفوا اللاعب قادرين وأيضا اللاعب كومارا إلى جانب أشرف داري حاضرين، كنشوفوا ايضا ايوب العمود اون فورم في ميليو تيران، العوده ديال وليد الكارتي ممكن تعطي ايضا حلول كثيره لزوران مالوفيتش، ابراهيم النقاش ايضا حاضر في هذه الحصه التدريبيه ديال عبد الطيف نصير ايضا الماتشات الرسميه ديال فريق الوداد الرياضي. في لاطاك كيف قبل شك بانه عنده اختيارات كبيره منها ايوب الكعبي، اسماعيل الحداد اللي كما قلنا في هذا الاسبوع هذا حاضر في الحصص التدريبيه، كانت تهضر على انه غادي يغيب على المباراه ديال غدا، يمكن تكون هذه الفرجه ديال القاحه لانه ممكن زوران مانوفيتش ما يغامرش يعني باسماعيل حداد اللي فيها الاصابه، ولكن كيتريني بشكل عادي واش يقدر يغامر بها او لا كيبقى سؤال مطروح. كان بغينا ناخذ يعني مجموعه ديال اللاعبين ديال الوداد، ولكن قبل ما ننطلق الحصه كانت فرصه يعني لي سونور ان شاء الله يعني يكونوا في متناول ديال المستمعين في برامجنا المقبله، لانه من بعد ما ننطلق الحصه وما يمكنش يعني تهرس لا سيونس سورتو زوران مانوفيتش كياكد على هذه النقطه هذه بانه التوقيت حاجه مهمة. في لاطاك كما قلنا ايوب الكعبي عنده هذه المقابلة وعنده مقابلة ديال البطولة من بعد منها الماتش الاخر يعني في هذه المرحلة ديال لي تروا بروميي ماتش في دور المجموعات اللي ممكن تكون اخر ماتش لايوب الكعبي مع فريق الوداد الرياضي باش يرجع ايضا مرة اخرى للفريق ديالو في الصين، بعد ما كانت يعني امكانية وكانت هضرة وكان مجهود ديال ادارة الوداد باش انه ايوب الكعبي يبقى ويزيد واحد الشهور كابريطي، ولكن ايوب الكعبي لا شك انه من بعد المغادرة ديال لافيتزي وايضا اللاعب خافير ماسكيرانو فولا من الاسماء اللي ضروري خصو يرجع للفريق ديالو. هذه يعني بعجاله واختصار الاخبار اللي كاين عن فريق الوداد في هذه اللحظه. يعني سعيد بادو وكريم السباعي كياخذوا ليسيونس دونطريمون والتحضيرات مع طه مريد ولا احمد ريبات تاكناوتي، الامور ولا كتبان عاديه في ظروف ايجابيه هنا. غير جوج ديال الحراس اللي كاينين في الحصه التدريبيه، كاين جوج الحراس اللي كيوجدوهم يعني الماتش غدا. كتسمعني عزيز؟ كنسمعك. بن عاشور ما كاينش؟ كنسمعك. كاين بن عاشور وكاين هو عيسى الوليد اللي كما قلنا جا في هذا الميركاتو هذا، كاينين هذوك كيترينيو يعني بشكل انفرادي، ولكن اللي كيوجدوهم الماتش غدا كاين طه مريد وكاين احمد رضا التاكناوتي، يعني الخدمه معاهم مع كريم السباعي ومع سعيد بادو كيبان بانه كاين تحضير ديال جوج الاسماء اللي غتكون غدا ان شاء الله في لا سويد ماتش، اللي غيكونوا حاضرين في الماتش ضد فريق ماميلودي سانداونز.
عيسى وبدر الدين بن عاشور يعني كيترينيو بشكل انفرادي هنا في مركب الحاج محمد بن جلون. هذه هي التفاصيل ديال يعني الصوره اللي قدامنا هنايا. اللاعبين مازال كيديروا الشوفمون ديالهم، 4 ساعه ديال النسالات نزل اللي كي قلنا بانه سالات يعني المده المحدده لنا. مازال ان شاء الله رجعوا الاخبار كما قلنا الكرياش تسالا هنا في الجيشي القاو ديال تريبيل باش يكون غدا ماتش غيكون كبير، ماتش فيه الوداد ضد خصم اللي كيعرفوا مزيان اللي دائما كيكون هو الترمومتر او المقياس بين الوداد والشواجز لما واجهت نورمال بلي سانوز من الانديه اللي كتقدم كره جميله سواء في تيرانها او خارج الميدان. في تاسع مباراه من الفريق الوداد 3 سنين الوداد تفوق في 4 ونهزم في 2 وتعادل في ليفا.